اليوم تمت بحمد الله انطلاقة وتدشين ديال هذا المركب الرياضي. المركب الرياضي اللي كينضاف المركبات الرياضية اللي عندنا في بنمسيك، ولكن هذا مركب من نوعين آخر. هذا المركب يعني غيحتضن رياضات اللي ما عندناش في المركبات الأخرى. عندنا هنا اليوم رياضة ديال الملاكمة في قاعة من المستوى الرافع، في قاعة اللي هي خاصة للملاكمة وليست قاعة نستعمل فيها الملاكمة، بل خاصة للملاكمة بالنورم الدولية. وهذا كنعتزو وكنفتخرو به، وكاين اتفاقية اللي دارت مع الجامعة الملكية للملاكمة باش ننشطو هنايا، باش يمكن هذه القاعة تحتضن مباريات دولية للمنتخبات المغربية في هذا الباب. كذلك كاين قاعة متعددة الاختصاصات واللي هي القاعة رقم 5 من هذا النوع اللي عندنا في بنمسيك. وبالخلف ديالي كاين المسبح، مسبح نصف اولمبي ان شاء الله اللي غادي يمكن الساكنه ديال بنمسيك باش تستافد منه، وكذلك بانه نهيئوا فيه الناس اللي عندهم طموح باش يوليو ابطال وهم في سن صغيره يمكن لهم يتأيوا في هذا المكان. اذا اليوم تم التدشين ديال هذا المركب اللي كنعتبروه ايقونه كتزاد ما لدينا في بنمسيك، وحنا كنعتزوا اليوم بنمسيك زاروكات اللي وصلت لهذا المستوى. كذلك بالنسبة للمسبح نصف أولمبي، فبالجانب ديالو غادا تخصص القاعة اللي هي مخصصة للياقة البدنية، يعني قاعة ديال الفيتنس، واللي غتكون ملحقة بالمسبح، واللي غيخلي المركب الآن غادي يزيد يتوفر على 4 ديال، بالإضافة الملاكمة والسباحة والكرة الجماعية، غادي يكون قاعة ديال اللياقة البدنية اللي غتكون كذلك في اليسار ديالنا. وهذا هو المركب اللي كنبحثوا عليه. تم اعتبروها من أولى الإنجازات ديال بنمسيك. هذه مشاريع تدخل في واحد السيرورة. حنا عندنا واحد المسار تنموي اللي حنا غاديين فيه وبديناه منذ مدة، فعندنا هذه القاعات وعندنا هذا، ولكن اليوم قاعات من نوع آخر، قاعات تصلح لرياضات أخرى. يعني إذا بغيتي تقول بنمسيك الآن أصبحت بالنسبة للرياضة تحتل المراكز الأولى وطنيا.